نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كما تعلمون أنه من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد أنهم على المنهج السلفي، ولكن هناك من يقحم بعض المناهج أو الدعوات وربما بعض المذاهب الضالة كمذهب الخوارج، هل ترون لهذا فضيلة الشيخ مسوغا أم أنه يفرق الأمة ويشتت الصف؟ نعم. لقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبه يوم الجمعة وفي مناسبات أخرى أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرنا إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وجدنا أنه يريد أن تكون الأمة أمة واحدة لا تتفرق ولا تختلف، ولا يكون في بعضها في قلوب بعضها شيء على الآخرين، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك ما هو اختيار لدرء الفتنة، وحتى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على ولاة الأمور على ظلمهم وعلى جورهم وعلى أثرتهم واستبدادهم، وأخبر أن هذا سيكون، فقال للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر. وقال: إذا لم يؤدوا حق الله فيكم فأدوا حق الله لهم عليكم، واصبروا على ما فرقوا وحسابهم على الله عز وجل. ولا شك أن مما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام إغار الصدور على ولاة الأمور، والحديث بما يوجب كراهتهم وبغضهم، وذلك لأن الأمة الإسلامية يقوم أمرها على صنفين من الناس: على العلماء وعلى الأمراء، وهم أولو الأمر الذين قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون وغيرهم من أهل العلم: أولو الأمر منا هم العلماء والأمراء. فالعلماء قادة الأمة بشريعة الله، والأمراء قادة الأمة بسلطان الله عز وجل. فلولا العلماء ولولا الأمراء لم يحصل للناس من هذا. أقول: لولا العلماء والأمراء ما استقامت الأمة. عليكم السلام. زي أخي الرحمن، ما استقامت الأمة؟ لأن العلماء يقودون الناس بالشريعة، والأمراء يقودون الناس بالسلطة والتنفيذ. فإذا تكلم أحد في الأمراء أو تكلم في العلماء بما يوجب عداوتهم والحق من قدرهم، فإن الأمة تضيع، لأنه لا يكون لها علماء تثق بأقواله فتضيع الشريعة، وليس لديها أمراء تثق بتصرفاتهم فيضيع الأمن. لهذا نرى أن من الخطأ الفاحش ما يقوم به بعض الناس من الكلام على العلماء أو على الأمراء. نعم، ونعني بالأمراء ولاة الأمور أمور الدولة. وإذا رأى شيئا من هؤلاء يخالف ما يرى أنه شرع، فالواجب عليه النصيحة، وليس الواجب إفشاء هذا الشر أو هذه المخالفة. ينصح بالكتابة إذا لم يستطع، تكون الكتابة بواسطة يعطيها من يرسلها المسؤولين من العلماء أو الأمراء، وإلا فلا نشك أنه يوجد خطأ من العلماء ويوجد خطأ من الأمراء، سواء كان متعمدا أو غير متعمد لكن ليس دواء المرض بإحداث مرض أعظم منه، ولا زوال الشر بشر أشر منه أبدا.
ولم يضر الأمة الإسلامية إلا كلامها في علمائها وفي أمرائها. ما الذي أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام فيه، تكلموا فيه وأنه يحابي أقاربه وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، فحمل في الناس في قلوبها عليه، ثم تولد من هذا الحمل كراهة وبغضاء وأهواء وعداء، حتى وصل الأمر إلى أن قتلوه في بيته. ما الذي أوجب قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ إلا هذا، خرجوا عليه وقالوا إنه خالف الشرع، وكفروا المسلمين معه، وحصل ما حصل من الشر. فالواجب علينا أيها الإخوة، ونحن ولله الحمد في هذا البلد كما قال الأخ السائل، بلد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها راد من كل مكان، وهي من خير ما نعلمه في بلاد المسلمين تطبيقا للشريعة، وهذا أمر مشاهد. ولا نقول إنها تامة 100%، لا، عندها قصور كثير، وفيه ظلم وفيه استئثار، لكن الظلم إذا نسبته إلى العدل وجدت أنه إيش؟ لا شر، أقل مو أقل، لا شر. يعني إذا قدرنا أن المملكة السعودية 10 ملايين، لا تستطيع أن تخرج 1000 واحد مظلوم ظلما حقيقيا ولم نتمكن من رفعه أبدا. فإذا كان كذلك، كيف نقول إن الظلم فاشل وكثير؟ هذا مو صحيح. الواجب إن الإنسان ينظر بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. شنآن يعني بغض، ويجرم بمعنى يحمل، يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى، واتقوا الله. فأقول إننا ولله الحمد في بلاد آمنة مطمئنة، هي خير ما نعلمه من بلاد المسلمين في تطبيق الشريعة. فالواجب علينا أن نحرص على توحيد الكلمة ما استطعنا، وأن نجعل الخلاف الذي يكون بيننا من باب الاجتهاد، وأن نتناقش فيما بيننا فيما يظن بعضنا أنه خطأ، حتى نصل إلى الصواب جميعا. وإذا علم الله من نيتنا أننا نريد الحق يسره لنا، ويسر لنا الاجتماع عليه. هذا ما أحببت أن أقوله حول هذا الموضوع، وأرى أنه يجب الكف عن مساوئ الناس ولا سيما العلماء والأمراء، وأنه يجب إصلاح الخطأ بقدر الإمكان، ولكن بالطريقة التي يحصل بها المقصود ونسلم فيها من المحذور.